أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الشامسي عن أمله في تأليف حكومة لبنانية في أسرع وقت، لأنها فيها تحصينا للبنان وفائدة كبرى للبنانيين، على أن تكون الحكومة محايدة تعمل في سياق النسيج العربي الذي تضمنه جامعة الدول العربية. وكان الشامسي يتحدث في حفل غداء عقب إقامة صلاة الجمعة في مقر السفارة في اليرزي، والتي أمها مفتي البقاع الشيخ خليل الميس بحضور حشد من المراجع الروحية والشخصيات. وقال الشامسي: لقد أتممت دراستي الجامعية في لبنان الذي أعتبره كدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أشعر بالراحة في الإقامة فيه وحب الكبير لشعبه. وأكد الشامسي على أن دولة الإمارات تعطي توجيهات من حكومتها لإقامة المشاريع والاهتمام باللبنانيين وفي كل مناطقهم.